قلت له وانا معادك تعطيني كل ما اريد، معقوله منجيك بجفن انساني؟ عد لسان شاعر ما يرد لسان، بس بحضرتك تعتمد سناسل ما تكظني بدنيتي من اخطاب. انا تعرفني بعنوان والله اقلب سناسل ما تكظني بدنيتي من اخطاب، بس هسه رفيع الخيب قضان ابوق الظهر واحلف وانكر الناطور وجون وطالبون وقلت موان من بخل وحرام وش قد جمعت مال ومنهن ما اخذت بس لفت اذا رزقي تعطل حكمة المعبود اجيبه بدرب الاعوج وقلت قلت اكبر وصلي وداهم على الموت وقبل ما اكتب وصيتي تشفن لفاني كنت انكتي هدوم ومن تهب الريح اخاف الا اغباري للسكردان تعالوا شوف حالي وسادت من التراب فراش التراب صار التراب غطاني تشمن الناس كانت والعطر فواه بس هالسنة المحر دماني قبل من تمر تنشد بيت شيخ فلان فتح السابعة غيروا عنوان وكدور ابن علي وينشد الدفان ظلم المقبرة وشلون يلقاني عقب ما كان بيت منور من بعيد صفيت بقبر مظلم وابن عافاني قبل ديوان عامر ربع رايح طبقت القبر ما حد تعنى شيخ فلان راحت صارت المرحوم والعاشت بجد الزوج الثاني وانطت ساعتي ومحبسي وباقي فلوس لو كل ما ذكرنه قام شرفاني ما اقصد عصيتك لا وحقك لا جاهل وسمعت شي يقول شيطاني بس انا موحد وانت تدرب هاي اعرفك انت رب وما اعرف ثاني وانا اليوم ضيفك والطريق بعيد عفت بيتي وراي وعفت خلاني وجيت بطرق وصله والذنوب ثقال جيت برحمتك ما جاي باحساني وانا عد رصيد عد رصيد روحي على ومصاب الرضيع هواي بجاني وبعد عند رصيد على الدرب خطوات تعليت الحضر الشوق وداني طوال العلم نادي طالب الكرار صحت حيدر علي قدام عدواني بحبل المشلقة وقالوا لعوف حسين وقلت لهم حسين وبسط وجداني وقمت حافب تفكت وللحشد هربيت اليوم الصاحيهم على السستاني مع ظلة بكيفك وانت راعي جود وخيلك لا فضيحك فاضع جواني